قد لا يعرف الجيل الجديد من هو عدنان القيسي. هذا هو الجنرال عدنان القيسي، وهو من أشد وأشهر وأقوى المصارعين المعروفين في العراق منذ نهاية الخمسينيات، واشتهر بداية السبعينيات من القرن العشرين. فاز على أعتى المصارعين، لعب في اتحادات مشهورة مثل WWE، وقدم الكثير من الترفيه الرياضي للجماهير. اليوم تلقى محبو عدنان القيسي خبر وفاته عن عمر ناهز 84 عاما في أحد مستشفيات بغداد، بعد رحلة طويلة من العطاء والرياضة في عالم المصارعة. هناك مقاطع فيديو مصورة كثيرة توثق مشاركته ونزالته على الحلبات، وهذه واحدة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم إليكم البطل العالمي قاسم الباتر، وعندي فخورا بتسليم كل مصطفى بالتحاقنا والتزامنا بالبطل العالمي قاسم الباتر، وعندي فخورا بكل عربي على وجه الأرض، وشكرا نعى موقع WWE الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة وفاة جنرال المصارعة عدنان القيسي. قال: نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف والشيخ عدنان القيسي أو الجنرال عدنان القيسي قد توفي. أما